لا تنفك الأزمات تتوالى على أهل الجنوب الليبي، فما تمضي واحدة إلا وتدخل أخرى، فقد احتج أهل السبيطات وأم الحمام والمقطع والدجال ومرحبا بوادي عتبة على سوء الوضع المعيشي الذي تفاقم حتى وصل رغيف الخبز إلى نصف دينار بسبب ارتفاع سعر الديزل والدقيق. نعاني الأمرين من تجارب الحكومات الموجودة الآن في ليبيا. حقيقة عدم وصول إلى حكومة واحدة للشعب الليبي، حقيقة نحن في الجنوب نعاني من جميع الجوانب، سواء كانت من الخبز، رغيف الخبز اللي الآن نحن دايرين عليه الآن وقفة احتجاجية، وصل سعر الرغيف الخبز إلى 50 قرش، 500 درهم. الآن المواطن حقيقة يعاني من عدم وصول رغيف الخبز لعائلته. وأبدى الأهالي استياءهم من تهاون ممثليهم في قطبي السلطات عن تحسين ظروف الخدمات الطبية والمصرفية وتوفير أبسط سبل العيش الكريم للمواطن الذي بات عاجزا عن توفير رغيف الخبز لأبنائه أو شراء الدقيق في ظل ارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء ونقص السيولة. العدد المخابز في بلدية وادي عتبة 6 مخابز مقفلة بالكامل عدا مخبز واحد يعمل لفترات ضيقة جدا بسبب نقص الوقود الديزل وارتفاع السعر. السعر وصل الى 7 دينار سعر لتر الديزل، امر غير معقول، ادى الى قفل المخابز. المخابز لا تعمل، كلها مقفله، في اللي 3 شهور، في اللي 4 شهور، في اللي 5 شهور المخابز مقفله. رغيف الخبز اصبح من الصعب جدا يتوفر داخل هذا الوادي. في غياب حقوقهم المعيشية بات أهل الجنوب يسلكون طريق الاحتجاجات من أجل الوصول إلى حقوقهم، فتنتظم تارة وتغيب تارة أخرى، فهم على علم بأنها لا تجدي نفعا ولكن تعتبر الوسيلة الوحيدة لتغيير واقع الحال إلى الأفضل بالطرق السليمة حتى نيل الحقوق أو كما يسميها أهل الجنوب بالمطالب.